بعد شوية باش نوصلوا معاه ميشيل، نجم ميشيل الليلة اللي طلع لينا، وتسمعوا طبعا أخباره، وتسمعوا أيضا يحكي لنا شوية على مسيرته، نسمعوا أيضا ميشيل يغني لنا لايف ليلة، فنان مميز. لا تقولي ممنوع والله لنسيكي همك، بس ما تتدخل انك خربت علينا الموضوع. وراكي من ميل الميل وبغرامك انا شفت الوين، عبعدك ما عاد لي حيل، جننتيني وبغرق ببحور العينين وبطلع عتلال الخدين، بخفى جناحي بالعشرة النار بس ضل قبالي، حبي إلك مش لعبة صغار، ومن حالي أنا والله بغار، ولع عليك بالعشرة النار بس ضل قبالي. سوا رح منضل ضو ايامي، انا من دربك، انا مش رح فل لو بدي اتحدى الكل، وحياتك سوا رح منضل ضو ايامي. وراكي من ميل المي وبغرامك انا شفت الويل، عبعدك ما عاد هذا هو النجم الفنان ميشيل بارشين اللي هو متخرج من معهد حلب الموسيقي للعزف على آلة العود، بدل الاحتراف الغنائي عام 98، عمل برشا حفلات في هولندا، في فنزويلا، لبنان، القاهرة، دبي، الدوحة، تونس، عمان، قام بتسجيل أول أغنية لي في 2005، بعدها في العام الموالي في 2006 وقع أول عقد مع إحدى شركات الإنتاج الفني وإنتاج
خلالها برشا غنيات منها أنا ليكي وأجمل كلام والليلة. نتابعوا مسيرته ونشوفوا شنو أخباره. ميشيل معانا مباشرة. مساء النور ميشيل. مساء الخير. أهلا وسهلا. مساء الخير عليكم وعلى تونس الشعب الطيب والبلد الجميلة. يسعد مساكم جميع. الله يخليك. شنو أحوالك؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله الله يخليك. طبعا سعداء جدا ميشيل الليلة تكون معنا على الهواء مباشرة في لما على الاف ام حتى نعرف اخبارك. ممكن احنا سمعنا الاغنية منذ قليل الاغنية هذية وكذلك نعم. احنا على طبعا في استقبال سنة جديدة اللي ان شاء الله تحمل الجديد الميشيل فنيا وكذلك ايضا على المستوى الشخصي ايضا باذن الله. ان شاء الله السنة الجديدة بتحمل خير على الجميع يا رب يا رب. شنو عندك العام هذي 2013 كيفاش كان بالنسبة لميشيل؟ 2013 هلا هو يمكن اجى عام مثل 2012 عام بشكل عام على الوطن العربي ما كان عام مهم بشكل عام بس الحمد لله انا بعتبر انه اي خطوه نحن بنمشيها لقدام بتكون هي حافز حتى لو ما كانت خطوه كثير قويه هي بتكون حافز حتى تشجعنا للفتره اللي جايه بعدها. فان شاء الله بنقول انه نحن نشكر الله على 2013 كانت امور جيده بنتمنى انه ب 2014 تكون الامور احسن ان شاء الله باذن الله. باذن الله هذا اللي نأملوه. عملت جوله جيده جدا في اغلب الدول اللي زرتهم فنزويلا وغيره ولبنان والدوحه وتونس برشا دول زرتهم. الجولات هذه اكيد كل مره تلتقي جمهور والجمهور يختلف عن غيره طبعا فالإحساس النجم خاصة إنه إحساس النجم في ملاقاة جمهوره ونعرفك إنك معناها حتى أغلبية الفنان يقولك إنه مثال هذايا عنده مدير أعمال بالنسبة للميشيل تتعامل بهذه الأمور هو اللي يتكفل بالتواصل مع الجمهور مع الفانس وإلا أحيانا تدخل شوية معناها معاهم في هلأ بشكل عام. لا أنا ما بحب كتير أنا بحب أنه تواجد مدير الأعمال بالبزنس بس بالتواجد مثلا بمواقع الاجتماعية وكذا وهدول القصص بحب أنه أنا أكون شخصيا لأنه بده واحد يحكي أنا بحكي عن شخصيتي فأي مدير أعمال ما رح يقدر يعطيك الشيء اللي أنت بتحس فيه ممكن يقدر يوصل لك أنت شغلك يعني أنا بمدير أعمال ممكن يوصل لي أنا شغلي كفن كشغل بس انه كشخصيه كتحادث كتواصل مع العالم بفضل يكون انا اكثر من انه يتواجد حدا تاني. الواحد احيانا انه عنده احلام كبيره يحب يحققها خاصه النجوم يعني فنيا فالى حد الان مشيت مرحله جيده يعني في مسيرتك الفنيه ولا مازال مشوار طويل بالنسبه ليك ومازالت برشا حاجات ممكن لم تتحقق بعد؟ هلا بصراحة بموضوع الفن يعني قديما نحن عملنا شيء بيضل موضوع كتير كبير وبيضل في 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 طموح أكتر. هلا الحمد لله نشكر الله نحن الوضع اللي وصلنا له بشكر الله أنا وضعي بعتبره جيد طبعا بضل بطمح للأكثر يعني ما في طموح معناتها ما في شغل معناتها إذا ما في طموح ما في أمل معناتها نحن ما منتطور منضل محلنا فبضل في طموح بضل في أمل بضل جهد متواصل لتقديم شيء أفضل. أي لكن كل ما نجحت يا ميشيل إلا هو يحملك مسؤولية أكبر. أكيد طبعا طبعا وإن شاء الله منكون قد المسؤولية إحنا. إن شاء الله يا رب إن شاء الله هذا المطلوب. بالنسبة ليك من النجوم من الفنانين من المتواصل معهم من الأقرب إلى ميشيل برشان؟ هلا أقرب 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 الشيء أنا فنان ولا فنانة؟ لا بصراحة فنان أنا حتى قبل ما فوت على الفن وقبل ما غني وقبل ما كذا كان في عندي شخص كتير بحترمه وكتير بسمع فنه هو الفنان سلطان طرب جورج وسوف والحمد لله أنا بعد ما صرت أشتغل وتعرفت عليه وصار في علاقة كتير جيدة بيني وبين سلطان الطرب فأنا بعتبره العراب تبعي أنا جورج وسوف بآمن فيه بكل شيء ونحن منضل على تواصل من فترة لتانية وبيشرفني أنا أنه يكون هذا الشخص هو القدوة تبعي. جميل. بالنسبة لميشيل احنا سمعناك طبعا في الأغنية الأولى لكن على الهواء مباشرة ليلة لايف شنو ممكن تجود به حنجرة ميشيل برشان الليلة في لما على الأف أم؟
شو بتحب سماك؟ لك الاختيار، ضيفنا الليلة عاد، أنت تدلل ونص الليلة. رح سمعك أنا غنية عملتها، رح سمعك أول شيء شغلات من عندي، الشغلات اللي أنا عامل من أغاني، أنا غنية عاملة من شيء 3 سنين وكتير بحب هاي الغنية. رح سمعك شيء منها بتقول إذا دقيتي باب القلب وقلبك قرر إنه يحب، أنا بعطيك دروس الحب كلها أصولها، وإذا قررتي إنه تكوني بمدرستي بحطك بعيوني، الشهادة عندي مضموني من السنة الأولى. ما في غيرك أنت بصفي، وعدروس الحب تقفي، من دونك ما في كفي، بسكر مدرستي تعي بعطيكي فتحة وضمتي، أنا بعطيكي أصول ضمي، يا روحي اللي عم تمشي بدمي شو بحبك أنت. وإذا دقيتي باب القلب وقلبك قرر إنه يحب، أنا بعطيك دروس الحب كلها أصولا. يلا يسلم هالصوت يا ميشيل. الله يخليك يا رب، الله يسلمك. نغيره شوية ممكن لون، نمشي شوية ممكن لطربي ونسمع ميشيل في هذا اللون. انت جيت على الشيء اللي انا بحبه. نتمنى ان نسمعك في حاجة طربية من عندك. في يوم وليلة، ليلة جميلة، خدنا حلاوة الحب، ده كله في يوم وليلة، أنا وحبيبي، أنا وحبيبي، جاوبنا عمر الحب، ده كله في يوم وليلة، عمري ما شفته ولا قابلته، ياما ياما شغلني طيفه، عمري ما شفته ولا قابلته، ياما ياما شغلني طيفه، وفي يوم لقيته هو اللي كنت بتمنى اشوفه، نسيت الدنيا وجريت عليه، سبقني هو وفتح ايديه، لقينا روحنا على بحر الشوق، ونزلنا نشرب ودبنا فيه، ومن يصدق يجرى ده كله، ونعيش سوا ونعيش سوا العمر كله، في يوم وليلة، ليلة 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 ليلة. تمنيتها طالت الأغنية. الله يسلم هالصوت يا ميشيل. الله يخليك، الله يخليك، والله يجمعنا إن شاء الله يا رب، ان شاء الله عن قريب يا رب، الله يخليك بإذن الله. نحسك هيك ترتاح برشا في اللون الطربي. ايه صح، انا كثير بحب غني اللون الطربي. يعني هلا نحن مضطرين بهذا الوقت انه نحن نغني اغاني شبابيه او نغني اغاني مثلا دبكي او كذا هذا الستايل، بس فعليا انا اذا بتقلي انه شو بتحب، انا اكيد بحب اللون الطربي، ما بظن في فنان بيحب فن او بيعشق شيء اسمه طرب. يعني بالنهاية هذا المدرسة تبعنا نحن اللي متربيين عليها ونحن عايشين عليها. نعم جيد، ندخل شوية في الأسئلة ونغوص أكثر. تفضل. من أساء إلى ميشيل برشان؟ من أساء؟ نعم مش
شخص ما بحب أنا مجال الفني ولا خارج الفن؟ مجال الفني، مجال الفني. فنان ولا فنانة؟ لا فنان ولا فنانة، هو عن طريق شركة إنتاج أو شيء، بس يعني ممكن ما كان إساءة بغرض الإساءة، ممكن إساءة كانت إجت عن بسبب جهل بالموضوع، بس كانت إساءة بالنسبة لي. نعم. من وقف إلى جانب ميشيل؟ كتار مثلا. يعني أنا بكل مرحلة بحياتي كان في حدا واقف جنبي، يعني مثلا ببداياتي لما كنت صغير، ببداياتي بحلب كان في جنبي مثلا مايسترو سمير كويفاتي. طلعت من حلب، رحت مثلا بلشت أطلع أعمل شيء تاني مثلا بمرحلة دمشق، مثلا في جن عندي من الأشخاص اللي ساعدوني وقفوا جنبي بأول فترتي بالشام، الفنان أيمن زيدان. نعم. بمراحل متطورة لقدام مثلا الفنان سامر مصري كان له فضل في بأوقات معينة. ببعض المراحل مثلا في إحدى الموسيقيين مثلا الملحن رواد رعد كان له فضل في مراحل معينة. أصدقائي من الفنانين اللي عطوني أغاني، مثلا صديقي الفنان فادي مارديني كمان عطاني مثلا غنيتين وكان له وقفة معي بمراحل معينة. يعني في كل مرحلة في أشخاص معينين. صح. نعم. ميشيل لمن مشتاق رؤيته؟ شكون اللي مشتاق تشوفه؟ أهلي. نعم. حاليا بسوريا؟ حاليا بسوريا. نعم. الله يحميهم يا رب. الله يخليك يا رب. من يحب ميشيل؟ مرتي. الله يديمكم. الله يديمكم. الله يهنيك. يعني بعد كل شيء عملناه بالنهاية هذا الحب اللي طبعا بده يكون توجه طبعا 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 طبعا. الله يهنيكم ويسعدكم الله يخليك، ان شاء الله يعطيكم ربي الذرية الصالحة بإذن الله. الله يخليك يا رب. الله الى ماذا يطمح ميشيل برشان؟ هلا كلمة إلى ماذا يطمح كتير كبيرة، يعني أنا فنيا فقط، ما نغوصش في الأمور الأخرى. فنيا أطمح لوصل لمرحلة كون أنا راضي عن كل شيء عم بعمله، وكون في حوالي كمية أو عالم من المعجبين بالشيء اللي أنا عم بعمله. نعم. ميشيل برشان بيتوتي. نعم. كتير. هذا يراجع لشنو تحديدا؟ كتير بيتوتي، مو شوي. احيانا جيد واحيانا لا. هلا بصراحه يعني انا ماني كتير اجتماعي، بحب اطلع من بيتي بس وقت بيكون في عندي بزنس، غير هيك انا بفضل دائما ما بعرف، مو يعني مو انا بفضل، هو شغله مفروض علي شخصيتي انه انا انطوائي، بحب دائما هيك يكون لحالي. وقت يكون عندك وقت فاضي شنو تعمل؟ بفضل اقضيه مع المقربين لي. نعم. من الاصدقاء خارج المجال الفني يعني؟ تماما. اكيد بدي بعيد عن المجال الفني. ثلاث حراسك شوي. بحب كثير انه اكون مع الاصدقاء المقربين اللي بعاد عن المجال الفني. نعم. اللي ما يحكوا بالاغاني وانه غني لنا وكذا، هذول لا تو باش تغني لنا، تو باش تغني لنا. خلينا نكملوا في اللون الطربي، مانيش عارف لكن ارتحت برشا في اللون الطربي، معناها بصوتك خلينا نحلموا شويه. حاضر. شنو نسمع ان شاء الله من عندك؟ متغربين احنا، متغربين تجري السنين واحنا جرح السنين لحد قال عنا خبر يفرحنا.
ولا حد جاب منا كلمة تريحنا تريحنا بس اما تيجي ونحكي لها علي جارة وامسح دموع بمنديلك علي جارة بس اما تيجي علي جارة وامسح دموع بمنديلك علي جارة وعلي جرى علي جرى أيوة. طبعا هذه الرائعة للسيدة عليا التونسية صحيح صحيح اللي غنوها طبعا برشا اللي سمعناها بصوت ميشيل برشان. ميشيل انا نتمنى نسمعك في مقطع الوردة لانه البكر شوية معناها خليتنا هكا معناها كل مركبة في كل سفينة في البحر خلينا هكا نحلم شوية صوت وردة. حاضر حاضر. شو غنينا قبل شوي لوردة؟ في يوم وليلة. في يوم وليلة غني قال ايه بيسألوني عنك يا نور عيوني قال ايه بيسألوني عنك يا نور عيوني معقول اكون بحبك أكتر من نفسي ليه حقيقي حيروني بالرضي وغلبوني وحقيقي حيروني بالرضي وغلبوني عند الأسباب كتيرة وحقول ايه ولا ايه. ايوه شكرا ميشيل. ولو الله يخليك يا رب. يعيشك يا اخويا. ليلة راس العام وين ان شاء الله تكون موجود راس السنة؟ ان شاء الله ليلة 31 انا بالدوحة وواحد الشهر ان شاء الله عم نعمل مباحثات ان شاء الله بهاليومين بتنتهي بكون ان شاء الله بدبي. بدبي يعني ان شاء الله تزبط معنا. وقتاش تكون بدبي تقريبا؟ هلأ بصراحة اليوم فتح الموضوع واليوم بلشنا بالحديث بهذا الموضوع انه ما بعرف اذا بلحق انا اخلص اموري وسافر وارجع. يعني بداية السنة تكون موجود؟ بداية ان شاء الله ان شاء الله اذا ركبت الامور يعني بهاليومين ثلاثة ان شاء الله راح اخلص الموضوع. يعني اليوم حكينا بالموضوع وان شاء الله بيزبط. نعم. بس انا ليلة 31 بالدوحة بإذن الله. ان شاء الله موفق بطبيعة. الله يخليك. ونتابع راه ونتابع اخبارك راه قولش اني بعيد راه في تونس تابعوا الاخبار اول باول باذن الله. ونحن جاهزين يعني طبعا معروفين اهل تونس جماعه زويقه وسميعه من الدرجه الاولى. يعيشك يا اخويا وبارك الله فيك. الله يخليك. فمش اعمال جديده ان شاء الله في العام الجديد؟ هلا ان شاء الله كمان انا اليوم كان حافل انا بالنسبه لي. هلا قبل ما اجي على هذا الحديث كان حافل بالنسبه لي بكثير شغلات على هذا الصعيد. اعطينا الحصري. ان شاء الله ان شاء الله اليوم عم نحكي بموضوع اغنيه جديده. اغنيه يعني فينا نقول فنيه رياضيه. اغنيه ردا على أغنية إن شاء الله بتزبط هلأ عن وقت قريب. أغنية ردا على أغنية برشلوني. حتكون أغنية لريال مدريد. نعم هي برشلوني هذيك مررناها حصريا لأول مرة تخرج يعني حتى في الإذاعات ولا القنوات والكل
تمررت من هنا من هذا الاستوديو حصريا كانت. وان شاء الله رح اوعدك ان شاء الله اذا زبطت الغنية رح تكون انت اول شخص يحظى في يدك. اخوي انت بتعمل المعادلة حاليا. جاهزين نحن لعيونك. يعيشك يا اخويا ربي يفضلك. طبعا تنوع في الاغاني من لون الترابيل الرومانسي لغيره هيك، خلينا نسمع حاجة رومانسية ليلى، حاجة رومانسية شنو رأيك؟ أنا من شد من أشد المعجبين بأغاني فضل شاكر. أي. الأغاني فرحون جي يا حياة الروح قلبي مدى النوم ولا يوم ولا حرتاح رح تنسى وتهواني أو تملاني كل جراح يا مسهرني ليالي وانت على بالي أنا عمري ما نسيتك أنا ما صدقت لقيتك وبتسأل لو حبيتك أنا دايب فيك شايفني جايلك دايب وجايب لك قلبي وجاي روحي وناسي الحبايب وبعمري شاريك أنا عمري ما نسيتك أنا ما صدقت لقيتك وبتسأل لو حبيتك أنا دايب فيك شايفني جايلك دايب وجايب لك قلبي وجاي روحي وناسي الحبايب وبعمري شاريك يا حياة الروح قلبي مدى النوم ولا يوم ولا حرتاح رح تنسى وتهواني أو تملاني كل جراح يا مسهرني ليالي وانت على بالي وانت على البال يا ميشيل. الله يخليك يا رب. انتوا اللي على البال. يطول عمرك ان شاء الله. طبعا هذه كمصافحة اولى ليلى ميشيل بارشين نجمنا الليلة اللي نورتنا وتعدني ان شاء الله تكون لنا مصافحة يا في لبنان يا في دبي ان شاء الله. نحن قلنا الشرف لي الشرف انا بالتحدث معك مجيد وان شاء الله اكيد ان لقاءات تانية وتحياتي لكل شعب تونس شعب الطيب وما بعرف بس شكرا. شكرا لك كثير. محلها التلقائية صديق. تمام عايشك يا اخوي سل ربي يوفقك وتابع اخبارك ميشيل اول باول وكل ما فما حاجة جديدة الا وتكون معايا ان شاء الله. ان شاء الله عايشك يا اخوي وسل عامك مبروك. الله يخليك كلك ونعاد عليكم ان شاء الله بالخير والسعاده ان شاء الله. شكرا لك وسلم على العائله الكريمه. الله يخليك يا رب. شكرا شكرا, شكرا. ميشيل نجمنا الليلة ميشيل بارشين اللي طلع لينا من لبنان ليلة عنده بطبيعة حفلات عنده أعمال زادة في مستهل السنة الجديدة إن شاء الله موفق. عيوني شهادي عندي مضموني من السنة الأولى.